140,000 ريال، 140,000 ريال اللي هي 700 دالاورو. انت يا لالا تلبسي وتعرفي راسك لابسه المليح. بالنسبه للناس اللي يسولوا على عصير الصابون، هاو فيه 37 غرام، اشوف لكم 37 غرام ونص. هذا 37 غرام ونص دوزيام ما على سوم 480 درهم الغرام، تيطيح لك ب 18,000 درهم. هذا 18,000 درهم خويا، ما كتجاوبش على الواتس اختي نور الالهام، غير عاودي صيفطي لي ميساج. والله الا لي ميساج بزاف، ما احنا ما كرهناش، حنا راه حنا تنترزقوا الله وهذا، والله اني ما كرهناش نجاوبوا الجميع، راه لي ميساج بزاف. 18,000 درهم، 1,160,000 ريال، هاو 1,160,000 ريال، 1,800 دالاورو، 1,800 دالاورو تيجي. يا سلام في اللبيسه، 18,000 درهم، 1,160,000 ريال. كاين الاخوان هاد لي موديل، هاد اللي غنوريه لكم دابا، سنيسله ديال رافينيتي، ها هي السنيسله ديال رافينيتي بالخميسه مدليدلات، تتبقى لكم اليوم فقط ب 5,000 درهم. هادي سنيسله زويونه ديال السبوله، فيها بوندونتيف بالخديط الضر، وفيها التخرام الجناب، وفيها الهديبات اللي هنايا بالخميسات، فيها خمسه ديال الخميسات هكا من التحت، تتبقى الثمن ديالها اللي هو 5,000 درهم، 100,000 ريال. هادي ب 5,000 درهم. كاينه سنيسله ديال القدس واعره، ها هي، ها هي السنيسله ديال القدس بالكرافاجه ديالها، فقط ب 2,700 درهم. موديلات هادو اللي تنقلب عليهم بالرقم الناشف، 2,700 درهم. كاين هاد الموديل هذا الثالث ديال تاهو القدس، تاهو غزال، ب 3,400 درهم. هادي ب 3,400 درهم، هادو غشتهم عند السيد، عرفتي طرت عليهم تن بالجري، والله الا بالجري، باش ما طلب قلت له غير اريهم لي، ولكن راه تبارك الله خديمه فيهم زويونه. وديجا هاد لي موديل هادو قدامين شحال هادي، يعني ما متوفرينش في السوق بزاف. كاين هاد السنيسله هادي ديال اللي فيها لي بول، الثمن ديالها 3,900 درهم. سواء اسمح لي، من الاحسن تخلي شي سيده هي اللي تلبس عوضك، لان المجوهرات كتبان القيمه ديالها على السيده. احسن شكرا، يعني يدي حور شياك. كاين السي مهدي، السي مهدي قال لك اجي قيس ليهم. ما خدامينش معنا البنات اختي، ما كرهناش، تعطيكم صوره قريبيه. خويا بغيت نشوف حلقات ديال 3 دي، واخا اختي هذيك اللي قلت لكم الثمن ديالها 3,900 درهم اللي هي 390 دالاورو، ما تراطيوليش هادو غزالين. هاد الاولى كي قلت لكم الثمن ديالها اللي هو 340 دالاورو، 68,000 ريال. كاين هادي ب 270 دالاورو اللي هي 2,700 درهم. كاين هاد الموديل هذا ب 3,900، نشوف 3,900 درهم، تتجي زويونه. وكاين هادي ب 5,000 درهم ديال رافينيتي. اللي بغيتي اختي فيهم تواصلي معايا في الواتساب 0652 1570 66، ومرحبا. التعليق اختي اميره، اين هو اللي بغيتي؟ لا لطيفه الطول، كاين في هذا 40 سنتيم، هذه فيها 48 سنتيم، وهذه فيها 48 سنتيم. يعني اللي بغيتي فيهم، بغيتي تبدلي السنسله ماشي مشكل، اللي ارتحيتي فيها مرحبا. كاينه السنسله بالتعليقه ديالها، هذه حطاريه الذهب المغربي، علاش تبدل؟ ما بقاش بحال الاول، شنو السبب؟ الذهب طلع اختي ام بلال، دابا طلع ما هو راه بحالو بحالو، ما بقاوش يدخلونا مثلا حنا نقولوا شريت ديال السبعه، حيت القدره الشرائيه ما كايناش، فهمتي؟ باش غيدخلهم الذهبي مثلا ويحطهم عنده في المحل، تيقول لك اسيدي انا نشري كورميطه ب 700 درهم ونربح فيها مثلا 100 درهم ولا 150 درهم، خلي ما نجيب شريت لها ب 5 المليون ولا 6 المليون، ومن تجي عندي الكليانه نربح معها مثلا 300 درهم ولا 400 درهم في الشريت. هذا هو اللي خلى بان وتا الاقبال على الشريت ديال السبعه قلال، واحد 30% هي اللي تتقلب عليهم. ما اغلبيه دابا حنا في البيع ديالنا تنبيعوا مع الكليان الحاجه خفيفه، مثلا 2 غرام 3 غرام الماكسيمو، قليل فين تتبيع شي حاجه ثقيله، هادشي اللي تيكون. ما حنا ما كرهناش ما دابينا نبيعوا الشرت ل 7 كل نهار، نجيبوا نعمروا الحانوت ونعمروا داكشي ثقيل. وراك عارفه دابا الشرت دابا اللي درتي فيها 100 غرام غطيح عليك 5,200,000، القدره الشرائيه لا للسيد مول المحل ولا للسيده اللي غتشري. يعني كي قلت لك 30% اللي كاينه عندنا تتشري هذا الشيء، هذا ما اغلبيه الناس تتبغي لك تقول لك انا نشري بياسه صغيره اللي غنستعملها يوميا، نمشي بها لخدمتي مثلا، نحضر بها، المهم ما تيبغيوش الناس شي حاجه اللي شارجي كبيره. كاين هذا الموديل هذا 5 هذه قلت لك 5 المليون، هذه دايره 13,000 درهم، 1,060,000 ريال. ها هي فيها بوندونتيف واعر، كرافاجه فيها الطول ديالها 60 سنتيم، الثمن ديالها اللي هو 13,000 درهم، 1,060,000 ريال، 1,300 دالاورو تقريبا. الاخت اللي سولتني على الحلقه ديال 3 دي، ها انت اختي انا نوريك جميع الانواع فيهم، كاين هذا النوع هذا وهذا النوع هذا، جوج الاوفال، الاوفال الجديد والدو الداير اللي عاده زعما ما تيستعملوه الناس. الثمن ديالهم هادو
الثمن ديالهم اللي هو 1200 درهم وهذا 1500 درهم. سولتك خويا على الجوده ديال الذهب ما بقاتش بحال في الاول. اختي شوف دابا داكشي راه حنا الحمد لله دابا 2022 كاين تغيير بزاف، يعني الناس ما بقاوش يخدموا بداكشي اللي ناقص، يعني الناس ما بقاتش تستعمل بزاف ديال المحلات، وراه كل واحد تيتعرف بالسمعه ديالو. راه ما يمكنش واحد كان تيغش من هادي 20 عام وغتلقاه مازال خدام في هاد المهنه، راه دي امبوستحيل يعني تلقاه، يعني تيخدم واحد 3 سنين 4 سنين صافي تلقاه دار فايط ولا خرج من داك المهنه. المهم حنا بالعكس هذاك الشيء راه تيوسخنا حنا كذهيبيه. المهم تيوسخ هاد القضيه. دابا اي وحده فيتوقع لها مثلا شي مشكل مع شي ذهبي تتقول لك الذهبي مثلا تتقول لك راه شفار نصاب راه ضحك عليا هذا، فهمتي؟ هادشي دابا راه رايج في هاد القضيه. بالعكس حنايا راه تنحاربوا هادشي هذا. كاين هاد الموديل هذا قلت لكم 1500 درهم وهذا الثمن ديالو 1200 درهم 120 اورو ما شاء الله. اللهم بارك في الله يبارك. الله يحفظك اختي ام براء، تحياتي لك. شحال الثمن ديال الراكور شحال فيها مقرم؟ مرحبا نعطيكم كلشي. حلقه تاع البنوته الصغار خويا بغيت خاتم وريني نشوف. مرحبا كلشي غادي نوريوه لكم. مرحبا و الف مرحبا بكم. واش صارت بزطام نتايا يعني تتفرنس؟ كاين هذا الموديل هذا بالنسبه للناس اللي باغين الخواتم ديال المارياج، خواتم ديال المريض تخلي البنادم يبقى معقول نتايا. هذا 1600 درهم وكاين هذا البابيون 1500 درهم. لا خصني نبينك شي دابا ميس الضحك نشوفو غير واش انا اللي تنشوفك تنضحك ولا تا هما اللي شافوك غيضحكوا تبان؟ لا غيبان بان. ها تما الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم وهذا 1600 درهم. اختي حفيظه ما شفت الميساج ديالك شنو قلتي ليا؟ بولي فريمون فرونس غير داخل المغرب اختي مرحبا بك. لكن شي واحد في العائله في المغرب ممكن يتكلفك بلا كوموند. يلا بارطاجيو معنا الاخوان، بغينا البارطاج بزاف باش هكا تساعدونا باش يتعرفوا علينا حتى الناس بزاف وكذلك تيطلع اللايف زين. شي حلقات صحيحين حتى مزيان. مرحبا لالا حفيظه، انا تندوز الحلقات وشويه تندوز عاوتاني اللي بغات لي. انا معاك غنسالي غير هاد اللي بغات لي غندوز لك دابا وندوز لك الحلقات. كاين هاد الموديل هذا ديال فان كليف فيه كارتي، فان كليف وكارتي الثمن ديالو 5000 درهم. 5000 درهم الصراحه وسيم التعامل معاه ما يخليكش تندم انك تتعامل معاه. الله يحفظك لالا فوزيه تحياتي لك، الله يكبر بك، شكرا لك بزاف ضحكتيني. الله يحفظك اخي يوسف الله يكبر بك. نوريكم واحد الانسان اذا تشوف فيه تضحك، ما فهمتش انا شنو اللي عنده. قال لك خصك تبان، بان غيبان ودير داك الضحيكه ما بغاش. حشم الله يسهل عليك خويا وسيم. الله يحفظك اخي سامي المرضي تحياتي لك. كاين هذا الموديل كي قلت لكم راه داير 5000 درهم وكاين هذا الموديل اللي فيه الكورميت من لهنا والكارتي والكورميت من لهنا. هذا بالنسبه للثمن ديالو 6800 درهم، حاجه اللي صحيحه تتلبسي شي حاجه غافيني ديالك بوحديتك وبثمن مناسب. صارت بزطام لا 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 واحد الانسان تبارك الله ما شاء الله غير تشوفو تتنوض ضحك والله ما تيخليك تبقى في المعقول. الثمن ديالو اللي هو 5000 درهم اللي هي 100000 ريال وكاين هذا ب 6800 درهم. هذا ديال الكورميت ب 6800 درهم. سام خويا واش خواتم ديال الخطومه بالغرام؟ خويا هشام كلشي بالغرام، غير هو الغرام تيبدا من 500 درهم تيوصل حتى 700 درهم، فهمتي؟ ماشي مشكل انا ندخل عندي الواتساب نعطيك الغراماج ديال اي ارتيكل بغيتي تسول على اي حاجه ماشي مشكل. مرحبا و الف الف مرحبا بك، حنا على راسنا وعينينا. ها هو تيضحك تتعجبو درسي وتيبقى غير يفرنس. راه هو اللي تيدير واحد الفيديوهات راه فيديو فيه جوج دقائق تيدوز فيه ساعه هو. هو غير تيكركر. الثمن ديالو هذا ب 1700 درهم 34000 ريال، 34000 ريال اللي هي 170 الاورو. هذا ب 170 الاورو اللي هي 34000 ريال. هادو فيهم ثمن زوين. كاين هذا ب 2300 درهم، هذا الغليظ الكبير ديالهم 2300 درهم. ها انتوما اللي بغاتهم ديرهم سكرين مرحبا. خويا خديت رادكو فيه 12.130 في الشهادة هو الثمن ولونه جاني حمر في شكل هو لي غادكو تيكون أغلبية تيكونو حمر فهمتي تيكونو حمر. بالنسبة ل 12.8 ثمن فوق المزيان، 12.8 ألف ريال فوق المزيان أختي الله يسخرلك. لي غورميت مرحبا نسيت هذا ب 2300 درهم كي قلت ليكم اللي بغيتهم ديرو سكرين ومرحبا و ألف ألف مرحبا بكم. الإخوان اللي تيتسولو على لي غورميت نحاول نعطيكم واحد البركه. كاين هذا الموديل هذا ديال 3 دي، هذا ديال 3 دي اللي غنوري لكم دابا. الثمن ديالو 2700 درهم 54000 ريال.
هذه ب 54 الف ريال، تيجي فيها ثلاثه ديال لي 3 دي فيها شوبار زويونه 270 الاورو اللي هي 54 الف ريال. خاتم ديال لويز مرحبا، هذيك قلت لكم 2700 درهم قبلوا على يدينا، غنوريكم كيفاش تجي 2700 درهم هي 54 الف ريال. كاين لو موديل الثاني ديال رادكو، رادكو مودرن، ها هي الثمن ديالها 6200 درهم، هادي 6200 درهم هي 620 الاورو، شحال الكورميت الغرام على حسب الغراماج اللي تطلبي، من 500 درهم حتى 550 درهم. كاين هذا الموديل هذا ب 6200 درهم، 6200 درهم 620 الاورو. شكي كي تجي في اللبيسه تجي يا سلام لبيسه خطيره، اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا الف مرحبا. 6200 درهم هي 620 الاورو. كاين لوك موديل ها هو، الثمن ديالها هادي ب 4300 درهم هي 86000 ريال، 86000 ريال. هادي رويال ستيل امريكان 4300 درهم هي 86000 ريال. شوفوا الفيرموار ديالها كيفاش داير وصحيحه. انا غنوريك اختي اسماء الخواتم د لويز مرحبا. كاين اختي باقي ليا هذا داير الثمن ديالو 3500 درهم، ها هو 3500 درهم هي 70000 ريال، تيجي زويون وتيجي مضوبل وصحيح. 3500 درهم كان 3700 درهم، اليوم درنا فيه بروموسيون 3500 درهم هي 70000 ريال. او الا بغيتي ديري له سكرين تواصلي معايا سي واتساب ومرحبا الف مرحبا. يلا اللي بغاتهم تبارطاجي معنا اللايف ديال اليوم ومرحبا. كاين هاد لاكورميط هادي شي حاجه اللي رقيقه، الناس اللي تيبغيو شي حاجه كادو او اللي تيبغيو شي حاجه للاستعمال اليومي، الثمن ديالها 700 درهم. هادي الثمن ديالها 700 درهم هي 14000 ريال 70 الاورو. هادي 700 درهم هي 14000 ريال 1170 اورو، 70 اورو كورميطه تجي زويونه. يلا اللي بغات شي حاجه غير كابتوري ليكرون ودخل عندي الواتساب 0625158960 ومرحبا والف الف مرحبا بكم. يلا بارطاجيو معنا اللايف ديال اليوم وتحياتي لجميع المتابعين اللي تيبارطاجيو معنا، مرحبا والف الف مرحبا بكم. كاين كورميطه شي حاجه هبال، شي حاجه ديال الهبال. ها هي مثلا هاد الكورميطه هادي شي حاجه واعره، ها هي هادي دايره الثمن ديالها 6000 درهم. شوف الكورميط ديالها كي دايره تبارك الله، شوف الموتيف ديالها كيفاش داير، الثمن ديالها 6000 درهم 120000 ريال، تتجي بحال البراسلي، هي كاع خير من البراسلي. هذا الموديل هذا الثمن ديالها اللي هو 6000 درهم 120000 ريال، 120000 ريال هي 600 اورو. وكاينه هادي ب 110000 ريال ديال الجاكوار، 110000 ريال، هي 5500 درهم، 5500 درهم هي 110000 ريال هذه، وهذه ب 120000 ريال. كاينه وحده اخرى واحد الكريميطه يا سلام، ها هي هذه الا بغيتي تلبسي المليح، الثمن ديالها اللي هو 9000 درهم 180000 ريال، 180000 ريال هي 900 اورو. اللي بغات دير لها السكرين ومرحبا، 9000 درهم هي 180000 ريال، ها هي خطيره خطيره في اللبسه. كاين ايضا لو موديل ديال الحصيره، لو موديل ديال الحصيره اللي تيجي